فكما تشوف كنا متحكمين في زمام الامور، فجات واحد ضربه جزاء خياليه، فحشومه انه حكم بحال هذا الحكم يحكم فريق الوداد البيضاوي، لان هذه ضربه الجزاء كانت خياليه، وكنظن ان التحكيم باقي مازال كاع ما نضج في المغرب. بطبيعه الحال يعني كيف ما شاف الجميع، يعني ملي كتشوف الاربيط كيجي في الاخر وكيسيف لي ضربه الجزاء اللي ما كايناش اللي الكل تكلم عليها. صراحه محشومه عليه، يعني ملي كتشوف راسك مقاتل 90 دقيقه كامله وانت كتشكت باش تخرج بنتيجه ديال 3 نقاط، ولكن جا هو في الاخر يعني هرسك. كنتمنى باش ياخذوا قرار في هذا الاربيط هذا، وهذا الشيء في صالح الكره المغربيه باش تزيد لقدام. كنتمنى ان شاء الله باش نساو هذه المقابله هذه ونفكروا المقابله ديال بركان ان شاء الله.